بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم الآن في التمرين ده اللي اسمه التمرين الرابع، والتمرين ده فيه حاجات مهمة كتير، تمام؟ فإحنا الحاجات اللي خدناها قبل كده الحدود والكلام ده هنعملها بسرعة عشان نركز على الحاجات المهمة. هنفتح الإكسل أهو، ده كام صف وكام عمود هنشوف. نقفل ده الأول كده، مش عايزينه. ده كام صف وكام عمود؟ قلنا مالناش دعوة بإيه بي، ده واحد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر صف في واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ست أعمدة. اتناشر صف في ست أعمدة، أدي ست أعمدة في اتناشر صف. كفة الحدود، كبر الرؤية، كبر الخط شوية. عندنا هنا العمود الأول كبير، والصف الأول برضو كبير. أدي العمود الأول كبير، وأدي الصف الأول كبير، تمام. بعد كده تعالى ننسخ الكلام، نحطه هنا. اوكي، وتعالى برضو ناخد الكلام ده الفاضي يسيبه فاضي. تعالى نشوف الحدود. المربع ده هو لحد هنا كده، الخارجي عريض والداخلي عادي اهو. مزيد من الحدود، حددت المربع ده اهو الاول. مزيد من الحدود، الخارجي عريض اهو، والداخلي عادي اللي هو ده. لا، ده وده، والخارجي عريض. ده بالنسبة اللي فوق. الاسفل اللي فوق عريض، وكل اليمين ويسار واللي في النص كله مزدوج. دوم اللي فوق عريض، هو اللي فوق عريض معمول أساس. ادي المزدوج يمين وفي النص ويسار وتحت وفي النص بالعرض، تمام. وهنيجي هنا، ده كله مدمج 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 مدمج، يعني ده كده مدمج. دمج وتوسيط، دمج وتوسيط، دمج وتوسيط. كده احنا عملنا الحدود بتاعت الايه، الجدول. تعال ندخل في المهم. سعر البيع يساوي، وفتح قوس. افتح القوس ازاي واقفل القوس ازاي؟ ما دام جايب لك اقواس تعمل اقواس، اعمل زي ما هو عامل. طب افتح القوس ازاي واسكر القوس ازاي؟ خلينا ناخد الورد كده على جنب عشان يبقى قدامنا نشوف احنا بنعمل ايه. اهو، وادي الاكسل نصغره شوية. ركز كده معايا، بيقول لي سعر البيع، ادي سعر البيع بس كبره عشان شوف المعادلة كبيرة طويلة، معادلة طويلة، فانت كبره عشان ياخد المعادلة، وبعدين بصغره ما تجيب الناتج. سعر البيع دايما وانت بتعمل المعادلات قلنا هتكتب انجليزي مش عربي، يساوي، يساوي، اكتب يساوي. عارفين ازاي بتكتب يساوي طبعا، خلاص. طيب فتح قوس، فتح القوس ده في الانجليزي، واحنا بنكتب انجليزي شيفت مع التسعة، شيفت مع التسعة اللي فوق الخاء، اللي هي عمالينها في العرب في الوورد برضو، واغنية الكلام ده في الوورد. تعالوا نشوف واحدة واحدة هنا في سطح المكتب، أوريكم الصورة. الصورة بس تفتح.
خلي بالك بتفرق انت بتكتب انجليزي ولا بتكتب عربي. لو بتكتب انجليزي تفتح القوس لان ده بيبقى فتحة القوس وده بيبقى قفلته. لو بتكتب العربي العكس، ده بيبقى الفتحة وده القفلة. عموما وانت بتكتب انجليزي شيفت وتعلق ايدك على الشيفت مع التسعة دي، مش التسعة دي طبعا، شيفت مع التسعة دي وتسكره، شيفت مع الزيرو ده. العربي العكس تفتحه شيفت مع الزيرو وتسكره شيفت مع التسعة. خلاص ده الايه القوس. طيب شيفت مع التسعة، يبقى يساوي فتح القوس سعر الشراء، ادي سعر الشراء، زائد اكتب زائد المصروفات، ادي المصروفات، سكر القوس شيفت مع الزيرو، زائد زائد 2% 2% شيفت مع الخمسة، عارفينها في المية، عرفنا نكتبها ازاي، ضرب ادي ضرب سعر الشراء، ادي سعر الشراء. شوف ما تبصش للمعادلة ان هي كبيرة فتتخض، انت بتاخدها واحده واحده كان بالراحه خالص اهي. تاني يساوي ادي الاول من الاول خالص، سعر البيع اضغط على اول واحده في سعر البيع، يساوي ادي يساوي فتح القوس شفت مع التسعة، سعر الشراء ادي سعر الشراء، زائد اكتب زائد المصروفات ادي المصروفات، سكر القوس سكر القوس، زائد زائد 2% 2% ضرب سعر الشراء، سعر الشراء. تاني يا أستاذ، أيوه مفيش مشكلة عادي أهو. خلاص؟ انتر. الموضوع سهل وبسيط، ما تتخضش إن المعادلة كبيرة. أهي. خلاص؟ صغر بقى دلوقتي. طيب صافي الربح، كبره شوية. يساوي، اضغط هنا واضغط يساوي، اكتب يساوي. سعر البيع، أدي سعر البيع. ناقص، ناقص. فتح القوس، افتح القوس. شفت مع التسعة، سعر الشراء ادي سعر الشراء، زائد ادي زائد المصروفات ادي المصروفات، سكر القوس سكر القوس. خلاص انتر، وطبعا اسحب كده. طيب بعد كده الزكاة، الزكاة يساوي صافي الربح ضرب 2.5% اهو، يساوي صافي الربح ضرب 2.5%، اوعى تنسى في المية. انتر. خلاص خليكم معايا ثواني. طيب يبقى صافي الربح يساوي الزكاة يساوي صافي الربح ضرب 2.5%. بس صافي الربح انا حاسس ان هو فيه حاجة غلط، استنى. صافي الربح يساوي تاني، نعمله تاني. صافي الربح يساوي سعر البيع، يساوي سعر البيع ناقص، وبعدين فتحنا القوس، وبعدين سعر الشراء، ادي سعر الشراء، زائد المصروفات، وبعدين سكر القوس. لا هو صحيح، تمام. ده صافي الربح، وده الزكاة يساوي 2.5% ضرب ايه صافي الربح، ادي الزكاة، تمام. واسحب كده، اوكي. طيب احسب مجموع المصروفات، تعال هنا بقى. خلاص هنا سكر، نزل الورد بقى من الهوش لازمة. احسب مجموع المصروفات هنا اهو، صفحة الرئيسية من عند السهم ده المجموع، وتحدد على المصروفات، انتر. مجموع صافي الربح، اضغط هنا مجموع صافي الربح اهو، انتر. مجموع الزكاة، كله مجموع مجموع مجموع، ادي الزكاة، انتر. اعلى صافي ربح، اعلى حد اقصى صافي الربح، انتر. اقل صافي ربح، حد ادنى صافي الربح، انتر. بالشكل ده تمام. في حاجة تانية، قم بإظهار عمود سعر البيع بتنسيق العملة، ادي سعر البيع تنسيق العملة ريال سعودي، كبر العمود عشان يظهر ريال سعودي. هنصغر المنازل العشرية. اي عم مالك،
سعر البيع العملة ريال سعودي صغر الخط طيب تمام و عامل لنا مربعات المفروض اما بنكبر بيشتغل بس مش عارف فيه ايه فيه الاكسل ده المهم عملناه ريال سعودي طيب بعد كده في ايه ركز بقى معايا في اللي جاي لان اللي جاي ده مهم جدا وبيجي في كل الاختبارات قم بانشاء مخطط بين عمود نوع السيارة وعمود صافي الربح ايه هو المخطط المخطط ده اللي هو الرسم البياني المخطط ده اللي هو الرسم البياني انا هعمله اوريه لكم الاول اهو بيبقى كده ده المخطط ده المخطط عشان تعرف الاول يعني ايه المخطط ده المخطط يبقى كده بين عمودين دايما هو بين عمودين العمود الاول مثلا نوع السيارة بيبقى تحت هنا كده مرسيدس وتويوتا ونيسان وفورد وهوندا وهكذا والعمود الثاني اللي هو صافي الربح بيبقى ايه في المحور العمودي هنا كده خلاص وبعدين اقدر انقله صفحة جديدة ازاي بضغط عليه تصميم نقل المخطط ورقة جديدة الكلام ده لسه هقوله تاني بس بوري لك بس اللي بيحصل اقدر اعمل له عنوان من هنا واقدر اعمل عناوين للمحاور دي كده من هنا من الحته دي كده عناوين المحاور اهو عنوان المحور العمودي وعنوان المحور الافقي اعتبرني ما قلتش حاجه بقى وتعالى نعمله واحده واحده تاني انا وريتك بس الشكل اللي احنا عايزين نعمله تعالى بقى واحده واحده تاني بيقول لي قم بانشاء مخطط بين عمود نوع السياره وعمود صافي الربح المخطط دايما بين عمودين او يعني اللي عليكم بين عمودين بحدد العمودين طب احدد العمودين ازاي بحدد العمود بدون رأس العمود يعني بدون كلمة نوع السيارة ركز معايا في المخطط ما بحددش كلمة نوع السيارة معايا بحدد من اول قيمة على طول مرسيدس هوندا تويوتا الكلام ده خلاص طيب واحد اقول لي مرسيدس مش محددة لا هي محددة بس الاكسل اما بتيجي تحدد اي مجموعة من الخلايا اول خلية في المجموعة بتبقى بيضة كده اهي بص اهو حدد من اول هنا تلاقي دي بيضة حدد من اول هنا تلاقي دي بيضة تمام حدد من اول هنا تلاقي دي بيضة ماشي فانا محدد مرسيدس اهي فحدد العمود بدون رأس العمود ماشي عايز احدد معاه عمود صافي الربح عايز احدد معاه عمود صافي الربح لو جيت احدده هيشيل التحديد من على العمود الاول اول ما اجي احدد العمود الثاني هيشيل التحديد من على العمود الاول طب اعمل ايه انا بحدد العمود الاول اهو واضغط كنترول كنترول اللي هي انهي اللي هي دي او دي خدنا الكنترول بتعمل ايه في ازرار لوحة المفاتيح المحاضرة بتاعت ازرار لوحة المفاتيح اهو كنترول دي او دي وعلق ايدي عليها هضغط كنترول وعلق ايدي عليها انا دلوقتي ضغط كنترول اهو واحدد على صافي الربح برضه بدون رأس العمود دلوقتي شلت ايدي من على الكنترول خلاص اما تحدده هما الاثنين تاني هضغط احدد انواع السيارات وكنترول وعلق ايدي على الكنترول واحدد صافي الربح بتاعه دايما اول واحدة قصاد اول واحدة واخر واحدة قصاد اخر واحدة اوعى تحدد لي واحدة زيادة كده بوظت التخطيط على طول خلي بالك المخطط حددت صح المخطط بيطلع صح حددت غلط المخطط بيطلع غلط ماشي طيب ده كلام جميل حددت العمودين اللي انا عايزهم هقول له ادراج المخططات الموصى بها واروح على كافة المخططات
كافة المخططات، الأنواع اللي أنا عايزها اللي أنا أقدر أختار منها. تعال شوف هو عايزه إيه، قم بإنشاء مخطط بين عمود نوع السيارة وعمود صافي الربح. خلاص حددناه على أن يكون من نوع عمودي، يبقى النوع بتاعه عمود. النوع الأنواع أهي، في خط دائري شريطي أسهم سطحي مش عارف إيه، أنا عايز عمودي. وخلي بالك فيه عمودي العادي ده كده، وفيه عمودي كده. طب ده ماشي، انما محدش يختار لي ده مثلا، محدش يختار لي ده، لان شوف بص هيجيك هنا كده، اللي بيراقب اللي بيصحح الاختبار بتاعك اول ما يشوف ده هيعمله لك غلط على طول، لان ايه ده، ايه ده، هو فاهم ايه، فاهم ايه من الكلام ده، هيقول انت عامل المخطط غلط مع انك عامله صح. يبقى مخططات المسابقة كافة المخططات عمودي، ما تروحش تختار ده. طب ايه كمان، ما تروحش تختار ده برضو، ليه؟ الأعمدة كلها قد بعضها، فهمت أنا إيه برضو؟ ولا ده ولا ده، ده ماشي بس ده ثلاثي الأبعاد، لو قال لك ثلاثي الأبعاد تختار ده ماشي، أو عمودي ثلاثي الأبعاد، ما تروحش تختار ده. ليه؟ لأن ده شوف مرسيدس وتويوتا والحاجات دي كل واحدة مكتوبة تحت العمود بتاعها، إنما ده مكتوبين مع بعض، لا ما تختارهمش. يبقى ايه، ده ماشي ثلاثي الابعاد، ده ماشي ده لا، ده ماشي دوم لا، ده برضو ماشي ده لا. خلاص اختار حاجه واضحه، ما قالكش ثلاثي الابعاد، اختار اول واحد، اول واحد اهو واضح خالص، قال لك ثلاثي الابعاد اختار الثلاثي الابعاد ده اهو اول واحد فيه. خلاص ماشي موافق، عمل المخطط اهو، اقدر اسحبه من المكان الابيض اللي فيه، مش من هنا ولا من هنا، من المكان الابيض اللي فيه، اما يبقى السهم باربع رؤوس اهو، واضغط واسحب. خلاص طيب بيقول لي ان يكون المخطط في ورقة مستقلة، اضغط على المخطط واضغط قائمة تصميم نقل المخطط ورقة جديدة، ورقة جديدة. عايز تعمل عنوان للورقة الجديدة كمان تقدر، تقول له موافق، هيجيك هنا اهو، ده شريط الورقات العمل اهو، ده الشريط ده، خلي بالك ده الشريط اهو، فيه ورقة واحد اللي انا كنت شغال فيها اهي، خلي بالك تلاقي ساعات الورقات تيجي على اليمين وتيجي على الشمال حسب الايه الاتجاه بتاع الصفحة بتاعتك، حسب انت عامل الورقة من اليمين لليسار ولا لا. خلاص بس المخطط بيبقى من اليسار لليمين، فبتلاقي الورقات هنا اهي. طيب انما الورقة واحد عشان انت عاملها من اليمين لليسار اهو، بتيجي الورقات هنا اهي، بس هو كله في الشريط ده، ساعات يمين وساعات يسار. يبقى انت عايز ورقة واحدة اهي اللي انت عامل فيها الشغل بتاعك، المخطط اهو ماشي. طيب بعد كده بيقول لي ايه، بعد كده بيقول لي أن يكون عنوان المخطط صافي أرباح السيارات. عنوان المخطط أهو، اضغط هنا وحدد على الكلمة واكتب صافي أرباح السيارات. طيب عنوان المحور الأفقي اسم السيارة، وعنوان المحور العمودي صافي الربح. ده اسم المحور الأفقي اللي تحت ده، اسم المحور الأفقي اللي بالعرض، وده اسم المحور العمودي. عايز أعمل لهم عناوين، أعمل لهم عناوين إزاي؟ شوف بقى، اضغط على المخطط كده، اضغط عليه، هتلاقي فيه زائد ظهرت لك هنا، اضغط عليها هتلاقي فيه حاجة اسمها عناوين المحاور، اضغط عليها حطها جنبها علامة صح، أدي عناوين المحاور، عنوان المحور هنا أهو. تقدر تقول له ايه، صافي الربح، بيقول لك حط عنوان المحور العمودي صافي الربح، وهنا اسم السيارة. خلاص يبقى انا كده عملت الايه، المخطط بتاعي. عايز ارجع الورقة بتاعتي اهي، هعيد المخطط تاني، بيقول لي مخطط بين عمود نوع السيارة وصافي الربح، حدد انواع السيارات وكنترول وعلق ايدي عليها وحدد على صافي الربح، ادراج
المخططات الموصى بها كافة المخططات واشوفه عاوز نوعه ايه. قال لي عمودي. عمودي ابسط واحد في العمودي. موافق. خلاص تقدر تغير العناوين دلوقتي قبل ما تنقله صفحة جديدة عادي. اهو اهو صافي الارباح وتحط له كمان الايه العناوين المحاور. وخلي بالك القايمة اللي بتطلع بتاعت عناوين المحاور ده ايه، لو انت لو المخطط مزنوق في اليسار كده شوية هتطلع لك في اليمين. يعني بص طلعت لك هنا عشان ما فيش واحد يبقى جايب الايه المخطط يسار قوي كده ويضغط ومش لاقي القايمة يقول لي انا مش لاقي القايمة. تظهر لك لو هي ملهاش مكان في اليسار تظهر لك في اليمين عناوين المحاور. ادي تغير العنوان ده صافي الربح. وهنا اسم الايه السيارة. خلاص تقدر تنقله دلوقتي اهو تصميم نقل المخطط ورقة ايه جديدة. تقدر تكتب له ايه مخطط بصافي ارباح السيارات. موافق. بقى اسم الورقة كده اهي. خلاص عايز ارجع للورقة بتاعتي برجع للورقة بتاعتي. تمام لو في اي حد عنده اي سؤال يكتبه لي.